السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض تجربة الفاير فلاي دوت ادوب. اتكلمنا عنه في فيديوهات كثيرة. في خاصة الانت الجديدة هو ان تقدر تديله صورة كريفرنس ليه هو بيعمل الصورة بتاعتك. يعني لو جيت هنا وقلت له برومت بالشكل دوت وقلت له جنريت، فهو يبدأ يعمل لي الصورة ديت. لا، ممكن اقول له خد صورة كاستراكشر ليك، صورة اساس ليك وانت بتعمل الصورة ديت. يعني هياخد بعض الملامح من الصورة اللي انا هديله. ماشي، هو عمل الصورة ديت، فانا اقول له ايه خد معاك صورة معينة، وليكن مثلا الصورة ديت. لو الصورة فيها صور اشخاص هيقول لك خلي بالك لازم الصورة تكون لحد ليك انت او لحد، يعني ما ينفعش عليك قضية. يعني هنا بيقول لك عايز تلتزم اكتر بايه، بالصورة ولا بالتكست اللي انت كاتبه. تمام، واقول له جنريت. هنا طبعا ده الريفرنس، الصوره اللي بيعتمد عليها. ده الستايل، لو انت في ستايل معين عايز يلتزم بيها تقدر انت تختار الستايل ويبدا يلتزم بالستايل دوت. يعني ستايل مثلا فان جوخ او ليوناردو او او او، ممكن تقول له براوز وتبدا تختار. في افكتس كتير تقدر تختار اي افكت عشان تعدل في الصوره لحد ما توصل اللي انت عايزه. وبدا ياخد بعض الملامح من الصوره اللي انا اديتها له. طبعا تقدر تتحكم اذا كان هياخد اكتر من صورة ولا هياخد اكتر من، طبعا لو 100% خلاص يبقى كأنك لغيت البرومت. خلينا ايه، هنا ده الموديل اللي احنا شغالين بيه. هنا الاسبكت ريشيو اللي هو النسبة بين الطول والعرض تقدر انت تعدل فيها. بدأ ياخد بعض الملامح بشكل اكتر، بس مطلعني حزين فانا غيرتها لهابي. بدا يبتسم شويه. هتقدر بقى تختار اي صوره وتعمل لها داونلود، تقدر تخليها في الفوفرت عندك، ممكن تعمل لها اديت جنريت فيل او جنريت سيميلر، او استخدمها كستراكشر ريفرنس. يعني هعمل صور من خلالها. ممكن تبدا تقول له انا عايز احط فلتر عليها، احذف الخلفيه، اضيف تكست وهكذا.